مشاهدين، أهلا بحضرتكم. شخصية عبد الغفور البرعي في منهج الصف الأول الإعدادي، ما حقيقة هذه الشائعة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد؟ وما هو رد وزارة التربية والتعليم على هذه الشائعة؟ كل هذا وأكثر سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تكشف عن الاستعانة بحوار من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بين شخصتي عبد الغفور البرعي وابنه عبد الوهاب في منهج اللغة العربية المقرر على الصف الأول الإعدادي. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الصورة المتداولة هي صورة من أحد الكتب الخارجية الخاصة بالعام الدراسي الجديد لعام 2024 و2025، وهو ليس كتاب الوزارة. ونفى المصدر وجود أي درس عن شخصية عبد الغفور البرعي أو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي. وعلى جانب آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أرجاء تنفيذ قرارات إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026 بسبب صعوبة صياغة المناهج الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل بداية العام الدراسي المقبل. وقد أشير إلى أن تدريس مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوي سيستمر على أن يتم تطبيق مادة العلوم المتكاملة بدءا من العام الدراسي 2025 و2026. ومن جانبه، نفى شادي زلاطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الأنباء، وأكد عدم وجود أي تراجع عن تنفيذ قرارات إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026. وقال زلاطة أنه ما يتم تداوله غير صحيح، ووزارة التربية والتعليم ماضية في تطبيق قرارات إعادة الهيكلة بدءا من العام الدراسي القادم. وعلى جانب آخر، تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وصول أوراق امتحان الفيزياء لعام 2024 وامتحان التاريخ لعام 2024 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024. وتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 الدور الثاني من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 في صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية وسط حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة. وحرص الدكتور أحمد ظاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 قبل بدء كل امتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقر لجان سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 بجميع المحافظات. وأكد نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 على متابعة جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 بدءا من طباعة الأسئلة ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة. ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية علوم والرياضيات امتحانات الدور الثاني اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس لعام 2024 في مادة الفيزياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ.
ويؤدي الطلاب اليوم الأربعاء أيضاً في لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 في مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية. ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.